ده اللي احنا شفناه، وشفناه في نهاية الموسم مع موسيماني، موسيماني اللي بدأ يعتمد على عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي مع الفريق الأول، شفناه في بطولة الدوري وبطولة الكاس. الحمد لله ربنا توج المجهود ده كله وجعل النهاية نهاية سعيدة، نهاية بثلاثية، وده مش غريب على النادي الأهلي ولا تاريخ النادي الأهلي اللي مليء بثلاثيات ورباعيات وخماسيات. دايما لما بتتكلم عن تاريخ النادي الأهلي بتلاقيه تاريخ مليء بالإنجازات اللي سطره أجيال سابقة، والجيل الحالي بيدخل مع الأجيال السابقة. لكن الثلاثية دي والبطولات القادمة بتحمل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني والجهاز الإداري والطبي مسؤولية كبيرة خلال الفترة القادمة. إن هو ده قدر النادي الأهلي. النادي الأهلي وهو بيفوز بالتاسعة أمام نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في نفس اليوم وإحنا بنحتفل تاني يوم الجماهير بتقول العشرة يا أهلي، الناس بتقول كاس مصر يا أهلي، الناس بتقول وجماهير النادي الأهلي بتقول السوبر المصري والسوبر الأفريقي. علشان كده جمهور النادي الأهلي غير جمهور النادي الأهلي، ما بيشبعش بطولات. عمرنا ما هتلاقونا في قناة الأهلي بنقول الحمد لله إحنا زهقنا من البطولات، لا، كل من ينتمي للنادي الأهلي ومنظومته ما بيشبعش من البطولات. طبعا بناخد بالأسباب، واللعيبة بتأدي اللي عليها، ومجلس الإدارة بيأدي اللي عليه، وبناخد بالأسباب. علشان كده بيكون دايما التوفيق موجود وحلفنا. فعلا الأهلي مجد والجمهور هو السند، سند دايما النادي الأهلي على مدار تاريخه. أيضا بكرر شكري لمجموعة الشباب الأهلاوية عمرو أبو الخير، يوسف أبو الخير، وعبدين، ومحمود تيكا.